هذه طبعا هي البطارية كما تشاهدوها، وهنا عندي قطعتين حديد. هذه ما لها أي لازمة، هذه فقط لتثقل الحجم عشان الناس لما يشوفها يحسبوها أصلية. هذه فقط حديد. هنا المغناطيس طبعا اللي يمسك في السماعة من الخارج ويمسك القطعة هذه من الداخل كذا كما تشاهدوه، قطع حديد ما لها أي لازمة. هنا ثنتين، واحدة في اليمين واحدة في اليسار، تجي ما لها أي لازمة، فقط حديد عشان يثقل السماعة عشان نقول أصلية. وهنا طبعا البطارية، هذه هي البطارية، طبعا البطارية منتفخة، يعني المشكلة في البطارية. هنا عندي إذا كانت بتدعم شاحن الوايرلس، هذه هي القطعة لشاحن الوايرلس، نستطيع الاستغناء عنها لأن بعض الناس يعملوها، بعض الشركات تعملها ما في لها لازمة، ما يشحن الوايرلس بس تكون زي الزينة كذا، نستطيع الاستغناء عنها وش اسمه وحذفها من وقطعها من هنا. إذا كان في مشكلة بالبطارية، هذه البطارية نستطيع تغييرها. إذا ما حصلنا بطارية زي هذه، نستطيع طلب أي بطارية من موقع الإكسبرس، نحصل آلاف البطاريات حتى لو كانت أكبر أصغر، أهم حاجة إنها بتكون نفس التفصيل هذا كما تشاهدون، نفس التفصيل. نستطيع تركيبها مباشرة، نقطع السلك من هنا ونوصلها مباشرة فيه. هنا عندي زر الباور، طبعا أغلب المشاكل في السماعة هذه يكون إيش؟ في البطارية. البطارية إذا انتهت خلاص الشحن حقها يخلص بسرعة. هذا طبعا البطارية حق العلبة، في البطارية الثانية اللي هي هنا داخلية بتكون أصغر وحجمها أصغر كثير، ويصعب شو اسمه تغييرها، لأنه إذا تفكت السماعة هذه بتنعدم. طبعا هذه السماعة بتمسك هنا ليش؟ لأنه في مغناطيس، هذا هو المغناطيس، هذا مغناطيس. عندما نركبها كذا كما تشاهدون، هذا المغناطيس، هذا المغناطيس. إذا بعدنا المغناطيسات هذه ما بتمسك من هنا، يعني إذا كان في مشكلة عندنا في البطارية فقط نقوم بتغيير البطارية هذه. إذا بطارية العلبة مش بطارية السماعة، إذا كانت بطارية السماعة تخلص بسرعة نحتاج نفتحها من هنا ونغير البطارية. بس البطارية التجارية ما أنصح إنه بتغييرها لأنها تجارية، وغير كذا البطارية اللي بتطلبها صعب تركيبها وما تستاهل يعني. غير كذا هذه البطارية الأساسية، هذه القطعة إذا كانت ما بتشحن وايرلس ما بنحتاجها، نستطيع خلعها من هنا ورميها. غير كذا إذا كان في مشكلة عندنا في قاعدة الشحن، هذه قاعدة الشحن كما تعرفون، هذه السماعة من الداخل، من الداخل بس تحتوي على بطارية، مغناطيس يمسك السماعة من الداخل. وغير كذا هذه هي اللوحة، هذه هي الذي تقوم بشحن البطارية وتقوم بإضاءتها وتقوم بتوصيل الشاحن وتغييره من الكهرباء للبطارية، بعدين البطارية توصله للسماعات. يعني هذه هي الأساس في كل حاجة، فقط هذه السماعة من الداخل، يعني ما في عندها أي زيادة، هذه فقط زي ما تشاهدون هنا لمبة فقط ما لها أي شغل، إذا نستطيع الاستغناء عنها ونستخدمها من غير لمبة عادي إذا كانت هذه خربانة. أهم حاجة إن هذه فقط تورينا إن البطارية بتشحن ولا لا. كما تشاهدون هذه الغطاء من هنا، وهذه طبعا اللمبة اشتغلت، نستطيع من هنا خلعها ونستطيع استرجاعها من هنا. طبعا هذا هو الغطاء، نستطيع تغييره إذا كنا نريد تغييره إذا في مشكلة، نستطيع تركيبه بهذه الطريقة، طريقة سهلة جدا. طبعا هذه القطعة إذا ما كنا بنشحن وايرلس نستطيع الاستغناء عنها، ما لها أي فائدة. وهذه الحدايد أيضا نستطيع الاستغناء عنها، فقط هي تثقل السماعة، ما لها أي شغل، ما لها أي داعي. شوف فقط كذا تركب وتقوم بتثقيل العلبة، تكون العلبة عشان الناس لما يشوفوها يحسبوها أصلية. غير كذا هذه نستطيع الاستغناء عنها ونقطعها ونرميها عادي، ما فيها أي فائدة إذا كانت ما بتشحن وايرلس. هذه البطارية إذا فيها مشكلة زي ما ذكرت لكم نستطيع تغييرها كذا تركب عادي، نستطيع الآن ترجع زي ما كانت عادي، نستطيع الاستغناء عن هذه الأشياء. وهذا طبعا هذا المدخل اللي هنا فقط زينة فقط ما في له أي فائدة، نستطيع الاستغناء عنه بس بيظهر المنظر مش تمام. طبعا زي ما طلعنا نرجعها عادي، ما في اي حاجة زيادة، اهم حاجة نحن نرتبها من هنا. هذه الحاجات نستطيع الاستغناء عنها وترجيعها. طبعا انا ما غيرت البطارية لان ما طلبت بطارية زيها،
بس انا اريكم كيف تطبيقها. التطبيق بهذه الطريقه، الان مطبق جاهز ما في اي مشكله. وهذه السماعه المغناطيس موجود فيها، ما في اي شيء. اهم حاجه انها خفت، صارت اخف من اول.